زي كل يوم بنبتدي بفقرة الصحافة يوم 2/7/2017 يوم الأحد. زي ما حضراتكم عارفين طبعا أنه أهم حاجة شغلة الشارع المصري حاليا هو زيادة سعر الوقود والبنزين والسولار طبعا وانبوبة البوتاجاز، وطبعا كل الناس عمالة تقول ان الاسعار اكيد هتغلى ومحاولة من الحكومة ان هم يحاولوا قد ما يقدروا ان هم يقفوا بجانب فقراء مصر ومحاولوا ان هم يدعموهم اكثر واكثر. بداية في فقرة الصحافة ضيفي اللي مشرفني في الاستوديو الكاتب الصحفي الاستاذ ايهاب الحضري. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. كل سنة وحضرتك طيب. حضرتك طيب والصحافة. من جريدة الأهرام صفحة أولى: الحكومة لا زيادة بسعر الخبز المدعم أو تذاكر المترو والسكك الحديدية. تعليق حضرتك كيف؟ مبدئيا هو طبعا الحكومة بتأكد، هو مركز معلومات مجلس الوزراء كل أسبوع أو كل تقريبا بشكل دوري كل أسبوع بيطلع بيان بينفي في بعض الإشاعات اللي موجودة. من ضمن الحاجات اللي كانت أثيرت اليومين اللي فاتوا اللي هي زيادة سعر الخبز المدعم، فهو نفى ده، وأعتقد النفي مهم جدا لأن الخبز بالذات لأي مساس بيه بيبقى فيه مشكلة كبيرة، وخاصة المدعم اللي هو في أسر كتير بتعتمد عليه بشكل أساسي في وجبتها. وطبعا تذاكر المترو والسكة الحديد، المترو كان لسه غالي والسكة الحديد كانت لسه غالية، فما ينفعش انها تزيد تاني، خاصة حضرتك اشرت من شوية لارتفاع اسعار الوقود. نعم. وترتب على ارتفاع اسعار الوقود ارتفاع في تعريفة الركوب اللي هي متعلقة بنقل الداخلي السيرفيز والكلام ده كله. نعم. المشكلة الاساسية ان الامر برضو بالاضافة لتأكيدات الحكومة محتاج بعض الرقابة، لان الأمر لا يقتصر على النسب المعلنة للزيادات، يعني في بعض الناس اللي هم بيبتدوا يحققوا مكاسب على حساب هذه الزيادات. نعم. وكلنا تابعنا خلال اليومين اللي فاتوا الحملات اللي قام بها المحافظين مثلا في على مواقف الميكروباص تحديدا، واللجان او الحملات الامنيه لمتابعه ان الزياده تبقى في الحدود اللي هي اللي تم اقرارها في كل محافظه. نعم. الامر يحتاج الى رقابه زي ما قال الرئيس في اجتماعه مع مجلس الوزراء امبارح، مع رئيس الوزراء امبارح وعدد من كبار مسؤولي الدوله. نعم. الامر محتاج للرقابه لسبب مهم جدا، لان في إذا كنا احنا بنغلي الأسعار بنسبة ففي مشكلة أساسية إن في بعض الانتهازيين اللي بيحاولوا يركبوا الموجة، يعني هتلاقي إن في بعض السجاير مثلا. نعم. اختفت من الأسواق، في بعض الناس خبوها، في بعض الناس بيبتدوا يعملوا زيادات من عندهم. كل الكلام ده بالإضافة للإشاعات زي الخبز المدعم المترو والكلام ده كله. نعم. المترو بيغني ناس كتير، يعني امبارح مثلا في ناس ما راحوش ركبوا امبارح عشان السبت يمكن يوم هادي شوية. نعم. لجأوا إلى أتوبيسات النقل العام علشان يعني يتلافوا أو يتفادوا الزيادة في أسعار الميكروباص. ولسه طبعا موقف التاكسي والكلام ده كله. نعم. محل كلام في كل الأحوال. إن بدون قطع الكلام حضرتك برضو، إن واحد من الأمور الهامة جدا اللي أنا سمعتها برضو من تصريحات وزير من الوزراء إنه ما فيش أي مساس بالمنتجات الغذائية وخاصة بدعم المنتجات الغذائية. هو في حاجة مهمة جدا في الخبر ده، هو المنتجات الغذائية ما هي فيه برضو فيها كلام، يعني. نعم. أنا برضو الرقابة هي اللي بتحدد لي الحكاية دي لسبب. أيوة. مهم جدا، أنا لو ما عنديش رقابة هبتدي ألاقي الأسواق ابتدت تشتعل بطريقة ما. نعم. وعلى فكرة أصلا هقدر أحكمها إزاي؟ يعني. نعم. أنا لما يجي وزير يتكلم على عدم مساس، أنا لما تبتدي الأسعار تغلى بحجة إن الوقود غلي. صحيح. إن السولار غلي. أنا هحكمها إزاي؟ أنا ما فيش عندي نظام التسعير الجبرية مثلا فيما يتعلق بالخضر والفاكهة، وهذه سلعة تموينية أساس، مش. نعم. سلعة، معلش، سلعة غذائية أساسية. نعم. وبالتالي فأقدر أحكمها إزاي؟ هنتكلم عن مجمعات أحيانا. طب المجمعات للمواد التموينية، المواد التموينية في تصريح هنا في نفس البيان اللي بتتكلم عليه حضرتك، ومهم جدا ان مش هيحمل السلع التموينية اللي هي سلع البطاقات التموينية. نعم. هنا تحديدا. نعم. سلع البطاقات التموينية بزيادة في أسعار النقل.
يعني نعم. هو طبعا هو بيتكلم على فكره ان النقل بيترتب على زياده العقود، بتترتب عليه زياده في اسعار النقل. صحيح. انما هو قال ان مش هحمل بسلع البطاقات التموينيه اي زياده. نعم. طبعا ده جميل، المهم يتنفذ صح لسبب مهم جدا، لان احيان كتير بنلاقي ان في تصريحات ورديه لا يقابلها على ارض الواقع ما يطبق او يعني دليل عملي على انها طبقت بالفعل. نعم. انا مش بتكلم هنا على التصريح الاساسي اللي هو لا مساس بزياده او لا زياده بسعر الخبز، لان نعم. ده اعتقد ان ما حدش هيقرب منه. انا ما بتكلم على فكره ان في حاجات في النص ممكن تزيد، والناس يعني هم احيانا وزاره التموين ممكن تكون فاكره الناس مش واخده بالها، لا الناس واخده بالها وعارفه اي المؤشر بيبقى حساس جدا، وبالتالي فاحنا نبقى حساسين احنا كمان واحنا بنتعامل مع هذا الملف، لان هو ملف بيمس المواطن العادي. نعم. واعتقد ان توجيهات الرئيس واضحه في الحكايه. نعم. دي ان انا بعمل حمايه وبعمل رقابه علشان احمي المواطن. اذا كنت بعمل رقابه أيوة. على الاسواق العاديه لابد ان وزاره زي وزاره التموين تحديدا تلتزم بهذه الضوابط. في نقطه مهمه جدا برضو، ان لازم يبقى في دور على المواطن نفسه لما يلاقي تاجر في جشع او حرامي او ما اعرفش بس ممكن نسميه ايه، ان هو يزود وينتهز هذه الفرصه، ان هو يزود الخدمه اللي بيعملها او المنتج اللي هو بيبيعه، ان احنا كمان لازم نبلغ عنه. ده جميل. ما هو المهم هنا أجهزة الرقابة كمان لازم تقوم بدورها، يعني أنا عندي الخطوط الساخنة لابد أنها تفضل ساخنة، تمام؟ ما تبقاش بتصل ما بلاقيش رد. الواقع بيقول ان جهاز حمايه المستهلك خطوطه في احوال كتير من تجارب ويمكن بعض الناس عملوها، لا الخطوط شغاله كويس، بس في المهم في النهايه مش بس ان انا ادي البلاغ، لا ان يبقى في رد فعل سريع. المشكله الاساسيه ان في سلع بتختفي. طيب. الاختفاء ده ويمكن شفناه من فتره من شهور ايام ازمه السكر. طيب. كان في حملات بجد وكان في ضبطيات والكلام. طيب. ده كله الامور في الوقت ده تحديدا. طيب. عايزه حملات مشابهه علشان ما نلاقيش اللي بيستغل الازمه الحاليه. استاذ ايهاب، ننتقل للاخبار صفحه 3. شكري لنظير اثيوبي مصر المتضرر الرئيسي من سد النهضه. وزير الخارجية كان في لقاء أو في جلسة مباحثات ومشاورات مع نظيره الأثيوبي على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، والمتحدث باسم وزارة الخارجية قال إن الجلسة اتسمت بالصراحة والشفافية، ودي أعتقد إنها حاجة مهمة جدا، لأن إحنا من فترة ما بنتكلمش عن سد النهضة، بنتكلم عن على فترات متباعدة عن المكتب الاستشاري الفرنسي بيعمل ايه، واصل لسه الدفعه اتسددت من اللي هي الالتزامات بتاعه الدول الثلاثه، في دوله ما سددتش، في ما اعرفش ايه. المهم ان في دراسات بتجرى، والدراسات دي المفروض ان اتفاق المبادئ الموقع ما بين الرؤساء الثلاثه في من حوالي سنه ونص او نعم. من سنتين نعم. كان بيؤكد ان الدراسات دي الدراسات الفنيه هي الاساس اللي بتبتدي تشتغل على اساسها نحدد تمام ايه هي اللي هيحصل في سد النهضه. المشكله الاساسيه ان احنا بنعمل ده ولسه، يعني على فكره احنا من فتره طويله المفروض ان احنا من حوالي سنتين تقريبا كانت الدراسات دي تنتهي، احنا الدراسات على بال ما ابتدينا نتفق ونعمل والكلام ده كله احنا عمالين بنضيع وقت في اجراءات شبه اداريه وما فيش حاجه ملموسه اتعملت الا في الشهور القليله الماضيه ابتدى التحرك فعلا. بس في النهايه السد شغال البنى فيه. انا اخر نسبه وصلت لها وكنت بتكلم فيها من شهور كانت حوالي 50%. نعم. في بنى السد طبعا في شواغل مصريه طرحتها بوضوح مصر امام في الاجتماعات المختلفه، سواء اجتماعات اللي هي اللجان الفنيه الثلاثيه او في اجتماعات اللي هي على مستوى وزراء الخارجيه، ان كان في وزراء الري طبعا معهم، ان كان في عندنا خوف من حجم اولا بدء الملء واللي هو الملء الاول زي ما بنقول، والضوابط الاخرى المتعلقه بحصتنا من المياه. مفيش شك مفيش ان مصر متضرره 100% من هنا تحديدا زي ما بيقول تصريح مهم لسبب، هو طبعا ده احنا في النهايه دي معلومه معروفه. نعم. يعني التصريح هو يعتبر تحصيل حاصل، بس مهم ان هو يبقى في تذكير بيه باستمرار. لان كان في هدوء احيانا في التصريحات الرسميه. طيب. فلابد من الحديث بوضوح. طيب. علشان تبقى الامور واضحه. استاذ ايهاب، احنا عندنا اخبار كتيره بعد اذنك، انا اسف طبعا لمقاطعتك، بس خلينا نلخص اكتر. الشروق صفحه اولى، السعوديه لقطر تفحل الكيل ولا تفاوض على مطالب المقاطعين.
فاضل 24 ساعة من المهلة اللي منحتها مصر والسعودية والإمارات نعم. والبحرين لقطر علشان تبتدي تشوف موقفها وتحدد موقفها من وقف دعم وتمويل الإرهاب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. تمام. إيه هو الموقف؟ في تكهنات إن قطر ممكن ما تستجبش، وبالتالي فهيبقى في إجراءات مختلفة. يمكن العنوان الثاني بيقول إن في مصادر خارجية قبل 24 ساعة من انتهاء مهلة الدول الأربع أيام سودة تنتظر الدوحة لو هي ما استجابتش الحكاية دي. في تحركات بتحصل، البحرين بلغت منظمة التجارة العالمية إن المقاطعة التجارية اللي فرضتها الدول الأربعة على قطر هي مبررة بالأمن القومي لهذه البلاد. تمام. ولأن كان في كلام على فكرة هي مدى شرعيتها دوليا والكلام ده كله. تمام. وقالت أن الإجراءات متسقة مع المادة 11 من الاتفاقية الدولية العامة للتعريف للتعريف الجمركية. في تحديدا فكرة أيام سودة دي، فورين بوليسي اللي هي المجلة الأمريكية قالت أن الأمور في الخليج بتسير نحو الأسوأ، وستسير نحو الأسوأ لو قطر ما استجابتش للأمور. معنى كده أن حضرتك أن في تصعيد من البلاد المقاطعة لقطر إذا ما استجابتش. هو في مشكلة أساسية. طيب دلوقتي لو حصل ما استجابتش، إحنا موقف مجلس التعاون الخليجي إيه؟ هو ده المهم. هيبقى في اتجاه الى ان قطر يتم طردها خارج مجلس التعاون الخليجي. طب احنا عندنا في دولتين اللي هم الكويت وسلطنة عمان، ممكن يبقى في رفض او تحفظ او الى اخره. فهنا تحديدا موقف المجلس في حد ذاته ممكن يبقى في مهب الريح لو ما حصلش في موقف، لان ممكن يتفكك في أزمة زي دي. الايام السوداء اللي بتتكلم عنها ده مستشار ولي العهد ابو ظبي، نعم. كان بيتكلم عن مستشار سابق لولي عهد ابو ظبي، قال ان رفض المطالب هيخلي الامور تتعقد زياده، وهيبقى وضع قطر أسوأ بكثير. تمام. وحتى اللجوء لتركيا وايران مش هيفيدها في الوقت ده. هنتابع هذا الموضوع، وخصوصا ان احنا ناقص 24 ساعه على المهله، وهنشوف التطور اللي جاي من الأخبار. صفحة 4، تراجع نسب النجاح في العينات العشوائية لمواد الثانوية العامة عن العام السابق. العينة العشوائية الأخبار عملت، يعني ده مش بيان من وزارة التعليم، لا، الأخبار رجعت لنتيجة العينة العشوائية بتاعت السنة اللي فاتت وقارنتها بالعينة العشوائية اللي أعلنتها الوزارة السنة دي، ولقيت ان في تراجع في مواد كتير، أهمها أو أكترها كانت الكيمياء والإنجليزي والفلسفة، تراجعت نسب النجاح فيها بنسبة 9%، دي أقصى نسبة تراجع. ولم ينجو من التراجع غير مادتين اللي هم الجغرافيا وعلم النفس. هل ده مؤشر ان احنا نجحنا ان ما يبقاش في غش السنة دي؟ ما هو ده لسه هقوله دلوقتي. بس هو الجغرافيا وعلم النفس نسبة الزيادة هم الاستثناء الوحيد، كانت 1% زيادة. تمام. عن السنة اللي فاتت. طبعا السنة دي اعتقد بالمتابعة العادية خالص ومن غير والبعد عن البيانات بتاعة وزارة التعليم، هو فعلا ما كانش فيه غش أدى إلى مشاكل زي السنة اللي فاتت. نعم. هو الغش لن يلغى نهائيا، والغش موجود في كل دول العالم، بس كانت الكارثة اللي احنا حصل لنا. نعم. إن السنة اللي فاتت تسريب والتسريب أدى إلى إلغاء امتحان أو امتحانين وإعادتهم من أول وجديد. تمام. طيب السنة دي تحديدا لا، الأمور كانت محكومة. واضح إن فكرة إن اللجوء إلى مطبعة تابعة لجهة سيادية ده حسم الأمور، وخاصة أن تسريب السنة اللي فاتت كان من داخل المطبعة السرية. نعم. تمام. بواسطة موظف فيها أو مسؤول فيها والكلام ده كله. طيب. في حصار حصل للجان، يعني حصار بمعنى، أنا مش بتكلم عن حصار أمني، إنما عملية تحزيم، صح، إن فكرة سيطرة على اللجان والكلام ده كله. في حاجات فردية حصلت زي هي فكرة ان امتحان يتصور. نعم. من جوه، وهم دايما الوزاره بتفرق بين حاجتين، التسريب والتداول. بس كانوا بيمسكوها بسرعه. هو لا، الوزاره السنه دي احنا كنا بنتفرج على فيلم لطيف جدا، يقول لك لا بعد 4 دقائق هنجيبه، وتبتدي العمليه فعلا. آه. خلاص يروحوا مطلعين. ايوه. لجنه في شبرا حصل. نعم. فيها كذا وجبنا الطالب. شاومينج الجديد فيها السنه دي انها لسه دلوقتي بتتكلم على فكره، هي اعتقد ان وجهة نظري الشخصية ان شاومينج فشلت السنة دي فشل ذريع. هو دلوقتي بيطلعوا حاجة قالوا ان هم سيتلعبوا بنتائج
او بالتنسيق الثانويه العامه، بلاش النتائج، نعم. التنسيق هيتلاعبوا فيه. طبعا الوزارات المعنيه نفت تماما امكانيه الحلوس ده، وقالت ان ده كلام بيعوضوا فيه او بيحاولوا فيه ان هم يعني يعوضوا فشلهم في تسريب الامتحانات. ناخد الخبر اللي بعده سريعا. المصري اليوم صفحه 3، رؤساء الهيئات القضائيه الجدد يحلفون اليمين. ده خبر مهم جدا طبعا. يعني هو الرؤساء، عشان نقول الخبر الاول ونشوف لو في وقت للتحليل بعد كده. المستشار مجدي ابو العيلة رئيس محكمه النقد ورئيس مجلس القضاء الاعلى، المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئه قضايا الدوله، والمستشاره رشيده محمد انور فتح الله رئيس هيئه النيابه الاداريه. دول الرؤساء الجدد، رؤساء الهيئات القضائيه الجدد، ودول من فتره كان تم ترشيح ثلاث مرشحين من كل هيئه، وتم تقديم الاسماء لرئيس الجمهوريه زي ما ذكر في الدستور. لا، زي ما ذكر في القانون المعدل، قانون الهيئات القضائيه اللي تم تعديله قبل يعني من حوالي شهرين تقريبا. وبالتالي فهو ده اللي حصل. فاضل خلال الفتره الجايه هنشوف اللي هيحصل في مجلس الدوله، وخاصة أن مجلس الدولة لم يلتزم بتعديل القانون، لأنه ما قدمش ثلاث مرشحين، إنما قدم اسم واحد. بالرغم من القانون وتعديلات القانون بتقول أن لازم يقدم ثلاث مرشحين. حضرتك معلومة صغيرة جدا، أنه هم حلفوا اليمين أمام الرئيس، وفي نفس الوقت هو الرئيس قرم القدماء. قرم القدماء، لا، وفي تصريحات مهمة كمان اللي هو فكرة الكلام عن الرئيس. طبعا اكد حرصه على ترسيخ دولة القانون القائمة على العدل والمساواة واحترام مؤسسة القضاء باعتبارها احدى المؤسسات الوطنيه المهمه في الدوله، وتحقيق مبدا الفصل بين السلطات. وده اعتقد ان هو اهميه التصريحات دي انها بتيجي في اعقاب الازمه اللي حصلت خلال الفتره اللي فاتت ايام تعديل قانون الهيئات القضائيه وما اثاره من لغط. هنا تحديدا الرئيس بيقول ان هو بيوقر هذه الهيئات القضائيه وسلطة القضاء باعتبار وفي نفس الوقت ترسيخ استقلاليتها باعتبارها إحدى السلطات الثلاثة. أستاذ إيهاب الحضري الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. هو كان ناقص لنا خبرين، خبر عن المصيفين في الأنديل البحر واللي ظهر ده فجأة، وطبعا زي ما أنتم حضرتكم شايفين كده أن الدنيا كلها رطوبة وحر، وبتقول أنه ثلاثة إن شاء الله حتنكسر هذه الموجة. بس يخلوا بالهم من نسبة الرطوبة اللي وصلت ل 90%، ويقعدوا ويشربوا مياه كتير والكلام ده إن شاء الله. أستاذ الإيهاب الحضري الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. شكرا، نورتنا. أهلا وسهلا. فاصل وراجعين حالا.